صباح الخير عليكم المشاهدين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحسن الاحوال. المهم من بعد ما جيت مشيت لباس وارتحيت شويه وجلست مع اميمه وفاطمه الزهراء، دابا غادي في هذا الفيديو غادي نوريكم الدار كلها كيفاش دايره، بيت بيت والدار الكوزينه كل شيء. يعني غادي نوريكم كيفاش كانت في الاول وكيفاش من بعد ما صلحناها كيفاش رجعت، وغادي تشوفوا معايا كل شيء. المهم شوفوا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر وتعرفوا على الدار ديالنا الجديده. يلا دابا غادي نبداو، غادي نبدا لكم هذا البيت الصغير. هذا ها هو، جاو معايا تشوفوا هذا البيت. هذا كما كتشوفوا مازال ما مفرش ما حتى شي حاجه. ها عندنا فيه هاد الزربيه هكا، يلا كنجلسوا فيه مره مره وكناكلوا فيه هكا بعض المرات، كنبدلوا فيه حوايجنا كنصلوا فيه. عندنا فيه الحوايج ديال الباس، الكتوبه ديال البنات، صافي هو مازال ما مفرش ما حتى شي حاجه. ها هما الحوايج اللي هما عندنا غير هنا مازالين هكا، هاد السيكان الصغار وصافي مازالين هكا. ما عندنا لا بلاكارات لا ماريو، ما شرينا حتى شي حاجه. عندنا هاد الخزنه هادي، شرينا هاد البلاكار الصغير هذا. ها هو عندنا هنا الكتوبه فيه ديال البنات ام فاطمه الزهراء وايمان، صافي. وعندو هاد جوج مجوره هادو فيهم شي تخربيق، وهذا هذا تاع المجار فيه شي ورق ديال الايمان وفيه واحد المصحف القران الكريم. وهذا من تحت فيها صغير ماشي بزاف، فيه اللباس ديال اميمه فاطمه الزهراء، ما هزلمش كاع كلشي. ها هو مازال يعني ما كبيرش بزاف، حتى هو كان حتى هو شرينا له الصباغه وصبغناه. ها صبغناه كان في الشكل تاع هو، كان غير بحال هذا اللون هذا، صافي صبغناه. هاد البلاكار عنده مربول، ما هزش بزاف ديال الحوايج حيت صغير. هاكا صافي، ها نتوما شوفوا حتى هاد البيت. المهم هادشي اللي عندنا في هاد البيت، وها نتوما كتشوفوا، شوفوا هنا الحيوط وهذا، حتى هما مسبوغين، يعني حتى هما كانوا كاملين محفرين مقشرين طايحين، يعني صلحناها ودرنا لهم الصباغه وداكشي. نتوما شوفوا هاد الصباغه، درنا هاد الصباغه ودرنا يعني الصباغه في السقف في الحيوط، وتا هو ودرنا له تا هو درنا بوله جديده وداكشي. هانتوما شوفو هو هادي الصباغه، وحتى الباب هاهي، حتى الباب صبغناها، صبغناها في هاد اللوين في الكري. تا هي كانت هي ديال يعني الصباغه ديال الخشب عادي، ولكن حنا بدلنا لها هاد اللوين هذا، صافي. وان شاء الله سيتيسر لنا الامور ان شاء الله، ونبقاو نفرشو طريف بطريف. دابا غادي نوريكم الكوزينه، اجي نشوفو هنا الكوزينه وحداها حداها الطواليط، حداها المرحاض. ها هو اجي نبداو نشوفو تما. غنبدا لكم هنا ولا بلات في الطواليط هو الاخر. المهم هذه هي الكوزينه ديالنا، ها نتوما كتشوفو هذه هي الكوزينه. حتى هي كانت كلها
حالتها حاله. دابا تشوفوا التصاور ديالها ها هي حتى هي زلجنا ماشي تلفوق شويه الفوق راه صبرنا وهذا الجنب هذا زلجناه صافي حنا راه زلجنا غير الكوزينه وبيت الماء طواليت صافي وهذا حتى هذا السيرامك حتى هو ديال برا كتشوفوا برا الشارع ها هو حتى هو صبرناه بحال بحال الصباغه ديال الباب المهم صبرناه في البيبان بحال هكا هادو هذا فران وبوطا هذا فران لتحت الفران هذا فران هذا لتحت فران وهذا بوطا كنطيبو فيه الخبز هذه بوطا هذه البوطا الكبيرة حتى هي شنو آخر هنا وهذا هاد المعينات اللي عندنا والله هادشي اللي ما عندناش بزاف الصراحه عندنا يعني غير فاش كناكلو الا جاو عندنا الضياف ولا شي حاجه راه ما عندناش كافي بزاف هادو هاد المعينات هادي واحد نجره صغيره هادي واحد كوكوط حتى هي صغيره هادشي كله شرينا حتى جينا لهنا هادي الشبكه ديال الماهن صافي هادشي اللي عندنا هنايا هاد الشبكه ديال الماهن ما عندناش بزاف يعني فاش كناكلو هذا البوطاجي من تحت ها هو عندنا فيه التخربيق شويه ديال عندنا فيه الخضره عندنا فيه الزيت عندنا فيه المهم داكشي اللي ما تهزلناش حنا من فوق درناه لتحت صافي وهذا الكسكس ديال الكسكسو ديال الطعام صافي وهذا حتى الكوزينه صلحناها مزيان كانت الكوزينه هي اللي كانت مضيعه بزاف بزاف وحيت درنا لها الزليج والصباغه وزدت بزاف ديال الحوايج هذه البوطه الصغيره صافي هادشي اللي شرينا حنا هادشي راه كيبان لكم غير شويه ولا يكره بزاف الا جيت تشوف راه بزاف وحتى عاد مزلج حتى هي دابا المهم دابا غادي نوريكم الطواليط المهم دابا غادي نوريكم الطواليط الكوزينه ها نتوما شفتوها هنا غادي نوريكم الطواليط ها هو هادو درناهم في الباب هادو غير واحد العلاقات كنعلقو بيهم هاكا شي حاجه المهم ها هو الطواليط ديالنا ها هو الطواليط حتى هو كان مازال صغير ولكن كان هو مضيع بزاف الله صلحناه حتى هو صلحناه مغطر وداك الشيء المهم هادي واحد اللعيبة كنديرو فيها دايرين فيها الصابون دايرين فيها الحوايج هكا ديال ملي كتدخل الطواليط وصافي ها هو تا هو الأرض مزلج الحيوط الطواليط اللي مزلجة حتى الفوق المهم دابا سالينا من الكوزينة وسالينا من الطواليط دابا غادي نشوفو وسط الدار حتى هي غادي نشوفوها المهم غادي نبدا من هاد الجهة هادي الباب ديال برا حتى هي صبغناها في نفس اللون ديال البيبان ديال الداخل شنو آخر هادي التلاجة هادي التلاجة ديالنا هي هادي واحد واحد الخزنه صغيره كنديروا فيها السبرديلات ولكن ما صغيره بزاف يعني مازال خصنا نشريو شي وحده كبار من هذه باش تهز لنا صافي هذا حتى هو هذا السرجم حتى هو كيشوف لبرا ها هو السرجم ديال برا صافي ها انتما كتشوفوا شوفوا حتى هو صبغنا عاد وسط الدار بينا الصباغه الفوق ها هو صبغناه وكان حتى هو كان مدرر شويه ولكن ماشي بحال البيوت من الداخل ها هو شوفوا الصباغه ديالو ها نتوما شوفوا هذه هي الصباغه اللي درنا له في هذا اللون هادو هذا الارض ديالو من التحت كانت مزلجه ها هي الزليج ديالها يعني حنا ما زلجناهاش صافي
المهم دابا غنوريكم البيس الكبير. اجيو معايا شوفوا البيس الكبير منين بدا لكم. هذا حتى هو عنده عروسه غير واحده هو كيشقى لها برا. شنو معقول؟ هذه طبله انتما كتشوفوها، هذه الطبله الصغيره جبناها من الدار. هذه الميته كناكلو عليها، مازال ما شريناش طبله كبيره. هذه القصيره، هذه تاع الشريط، هذا الزرابيه بحال ديال البيت الاخر. شرينا هذا النهار في الاول كانت عندنا غير قصير، دابا درنا عليه درنا هذا الزرابيه. هذا الفرش اللي عندنا، هو هذا الشيء ديال الفرش اللي عندنا. عندنا غير هذا الشيء، مازال ما شريناش بزاف، يعني عندنا باش كنتغطاو حنا هكا. هذا البون شرينا عندنا، المهم شرينا 4 ديال البونجات، مازال ما ساليناش البيس كله، شرينا 4 حتى هما. وهادو الخشب ديالهم، هاد الخشبات، هاد الخشبات هانتوما كتشوفو، هاد اللون صبغاتو إيمان شرات الصباغة، شرات طاس ديال الصباغة، وصبغات هاد الخشبات هادي، صبغتهم كاملين، ها كيفما كتشوفو كاملين، صافي. مازال درنا المطلع، مطلع خدالي لا حتى شي حاجة، زعما شدينا غير الفنجة علاش كنعسو من البرد وصافي. خصنا يلا غادي ان شاء الله المره اخرى غادي نشريو الطلانه وغنشريو خدادي وداك الشيء. المهم هذه هي، المهم هادو هما الحوايج اللي شرينا، وهذا هو الاصلاح اللي درنا. ومي فاطمه الزهراء كيحفظوا، ها هما هادوك اللي راهم مش كايرهم. ايوا المهم شويه بشويه حتى نسالي وحتى نفرشوا كاع هانتوما. شوفوا حتى هو صبغناه، حتى هو صبغناه، ها هو هانتوما شوفوا الصباغه ديالو دايره بحال ديال وسط الدار، حتى هو صبغناه فهاد اللويه الصفار. هانتوما شوفوا، ها هو هانتوما المهم عجبتك هاد الصباغه ياك؟ زوينة، أنا عجبني هاد اللوين. ميما وفاطيم الزهرة جالسين كيحفظو. هانتوما كتشوفو هاد السدادر يلاه دايرين عليهم البونجات هكا، واحد جوج بونجات عليهم بونجات صغار، وجوج عليهم هذاك، واحد جوج لي زيرات وصافي. على ما نشريو طلامط والخدادي وداكشي ان شاء الله حتى تيسر الامور ان شاء الله، والانسان ياخذ حاجه بحاجه. المهم الدار اللي هضرت لكم عليها في الاول، في الاول ملي كنت مازال في العروبيه في دارنا، وكنت كنقول لكم غادي نمشي لفاس لدارنا. المهم هذه هي الدار ديالنا الجديده اللي خدينا، اللي خديناها راكم عارفين علاش، على قبل اميمه وفاطمه الزهراء وايمان. ايمان كتقرا في لافاك دابا، ما كايناش معايا، راه مازال لها النهار اخر امتحان الجامعه، يعني غادي تسالي وتجي. وميم وفاطمه الزهراء حتى هما كيقراو في الاعدادي صافي. هذا هو علاش، يعني هذا هو السبب اللي خلانا نشريو هاد الدويره على قبلهم باش يقراو فيها وصافي. هذه هي دارنا، شفتوها كيفاش دايره، شفتو كاع يعني شفتو كاع كلشي وصافي. هادشي اللي كاين، يلا بسلام عليكم، ونتمنى هاد الفيديو يعجبكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، وفيديو جديد وشي حاجه جديده ان شاء الله. يلا السلام عليكم، تهلاو في راسكم، خليتكم الراحه ونهاركم بروك.